وزير الأوقاف بيفتخر وبيقول إنه منع 12,000 إمام غير وسطي من وجهة نظره طبعا من الصعود إلى المنابر. يا سلام، شوف الشغل، راجل شغال على قدم وساق بصراحة. قال لك منعناهم من صعود إلى المنابر. مين حكم عليهم إنهم غير وسطيين؟ أنا عايز بس أقول لحضرتك إن في مصر الناس خريجة أزهر، يعني الأئمة والخطباء خريجين الأزهر الوسطي. هدم وإغلاق لمساجد وزوايا دور العبادة بتهدم بأيدي الأوقاف، ده حاصل بما أننا في عام هجري جديد بنستقبله. فخليني، أنا مش عايز أحبطك، ولكن أنا بقولك ده حاصل، وبالرغم من ده كله وأكثر منه لازم يكون عندك روح من المثابرة والتفاؤل. المفتي كمان بيقول لنا يجوز للدولة هدم أي مسجد من أجل المصلحة العامة. طب ممكن نسأله هل يجوز للدولة أنها تهدم مثلا قصر رئاسي اتعمل على أراضي الدولة ولا حاجة، برضو لمصلحة الدولة يجوز، ولا هو يجوز هدم المساجد بس أو الزوايا أو نهب الأوقاف؟ دي حاجات بس بنسألها بحسن نية مش بحاجة تانية. مساجد هدمت قبل كده لإنشاء محور المحمودية والأوقاف مش التزمت الصمت، يعني زمايلنا كاتبين مصطلحات غريبة، يقولك التزمت الصمت، لا ما التزمتش الصمت، ده هي مشجعة، ده هي عاجبها، ده هي عايزة كده. 28 أكتوبر هدموا، ده السنة اللي فاتت، هدموا مسجد عزبة السلام. 4 نوفمبر هدموا جامع فجر الإسلام، عزبة السلام عفوا. 7 نوفمبر مسجد التوحيد. 13 نوفمبر مسجد عثمان بن عفان. 28 نوفمبر نور الإسلام. 15 ديسمبر الحمد. 26 يناير العوايد الكبير. 18 مارس جامع الإخلاص. وهلم جرى، ده ما يعانيه، مش عايز أقول الإسلام، يعني ما يعانيه أو ما تعانيه أماكن ودور العبادة للمسلمين في هذا العهد العجيب. عموما أنا مش عايز أقف عن الكلام ده كتير، أنا عايز أسأل حضراتكم عن أمنياتكم في العام الهجري الجديد، العام الهجري اللي بنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستضعف وهو مطارد إنه يحافظ على الأمانة، إنه يفضل الصادق الأمين، إنه يحافظ على أمانات الناس اللي كانت بتؤذيه. عايزين نتعلم وناخد من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قدوة لينا، ونفضل حاملين مشعل الحرية للناس أجمعين. عشان كده خليني أسأل